بحث رئيس جامعة عدن الخضر ناصر الأصور اليوم مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب مجالات التعاون المشتركة بين الجامعة والوزارة وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والأكاديمية بجامعة عدن. اطلع رئيس جامعة عدن اليوم على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017-2018 في كلية الصيدلة، كما دشن برنامج التصحيح الإلكتروني في الكلية والوقوف أمام مختلف الصعوبات والتحديات التي قد تواجه سير هذه العملية. وقع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي مع مؤسسة استجابة اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم 123 منزلا في مديرية توبن تضررت جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية المتمردة على المحافظة ضمن حملة الكويت إلى جانبكم. وأشاد الصلاحي بالجهود التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب الحوثية على محافظة لحج. دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عوض بن عوض الصلاحي مشروع توزيع السلال الغذائية على 1000 أسرة في 13 قرية من السكان الأشد فقرا في مديرية توبن، والذي تنفذه مؤسسة الطبية الميدانية بدعم من صندوق التنمية الإنساني لليمن. وافتتح أمين عام المجلس المحلي بلحج عوض الصلاحي فرع المؤسسة الطبية الميدانية بالمحافظة، وتعمل المؤسسة الطبية الميدانية في الجانب الإغاثي الطبي في 6 محافظات يمنية، وتتولى القيام بمهام التنسيق مع الجهات المانحة وتنفيذ المشاريع.